بيرة الاتيكيت، اهلا بيكي. ازيك يا عمرو؟ وحشاني. اخبارك ايه؟ اخبار الرز والملوخيه ايه؟ لا انا لسه كنت بشوف لك فيديو من كام يوم اتيكيت الاومليت. طب والاومليت بتاكله ازاي؟ ايه بتاكل الاومليت ازاي؟ ودن قطه برضو، انا حياتي ودن كلها ودن قطه؟ برضو. مفيش شوكه وسكينه؟ ممكن ساعات في شوكه وسكينه اما ببقى مسافر بره، بس لو في البيت حضرتك انا في الساحل بجيب نص رغيف احط جواه الطعميايه، واقطع حلو. بالشوكه البيض واحط جوه الساندوتش فوق الطعميايه واكل يعني كده ببقى لابس طب حلو، المايو في بقى. تقدم، بتقطع البيض بالشوكه والسكينه وتدخلها، يعني مش بتمسك البيض بايدك شوكه بقى بس شوكه مفيش سكينه. مفيش سكينه، طب ما شوكه انا مفيش شايفك اهو مهم. بتاكليه بايدك اهو. لا يا عم، انا بقول من امتى البيض بيتغمس؟ انا عايزه افهم. طب فين ده الفول بيتغمس؟ البيض ده جبناه منين اللي بيتغمس ده؟ عارفه ايه بيض بيتغمس ده؟ انا اقول لك، بتجيبي اللقمه وتستخدميها كسكينه تعملي كده فيقطع، وبعدين تروحي لفاها وتروحي حاطه فيها لقمه الجبنه ورميها في بقك النونو. يلا على بوقك، حلو قوي الكلام ده. هلا هطه. هلا هطه. ايه اتيكيت الثانويه العامه بقى؟ طبعا يا عمرو، اتيكيت علمي علوم حاجه، واتيكيت اداب حاجه، واتيكيت رياضه حاجه. ايه ده، انت مش عارف الكلام ده ولا لا ايه؟ والله ادينا بنتعلم اهو، اللي يعيش يا ما يشوف. لا يا عمرو، طبعا الاتيكيت في نتيجه الثانويه عامه، لما نزلت البوست ده ان نراعي العيال ونراعي اهاليهم، يعني الناس السخيفه مثلا اللي هو ايه، تتكلم في التليفون، النتيجه طلعت جاب كام؟ طب ما هو لما لو هيعوز يقول، ولو فرحان بنتيجته، ولو مبسوط هيتكلم لا ويقول. انا بس ده بطمن لسه على عفاف ابنها عملت ايه، وهل ابنها جاب اكتر من ابني ولا ما جابش اكتر من ابني. عارف بقى اللي هو الام ومال اللي صوتك اتكلم. متغير كده يا عفاف؟ هو اسم النبي حرصه وصينه ما توفقش يعني السنه دي؟ كده بنحب نسمع الاخبار الحلوه. ايوه، وابني جاب اكتر من ابني، وعارف اللي هو واحد جاب مجموع مش قويه، طب وده هيخش ايه؟ ده انا ابني جايب ما شاء الله 99%. هو ده ان نخلي عندنا ذوق شويه، يعني مراعاه للناس، بس هو ده. وما نقعدش نسال، يعني مثلا طالب نجح سيد، ما نقعدش نسال، ولو ناجح ناجح، لو هو عايز يقول جايب كام جايب كام، بلاش نكسف الناس ونحبط العيال ونضايقهم ونضايق اهاليهم. ولو الواحد سقط، معلش بقى يا حبيبي السنه الجايه ان شاء الله، طب سيبوه في حاله. هو ده اللي انا قصدي عليه، ما نبقاش متطفلين. واحنا كمصريين متطفلين قوي، جاب كام وعمل ايه وجاب النتيجه ولا لسه، ظهرت ولا ايه كده. بس هو ده شوية ذوق يا عمرو، والله شوية ذوق بس. وبعد كل اللي صرفتوه ده وسقط، دايما في جمل ايوه لطيفة كده مثلا، اللي شايف هي اديك انت اهو بتبكتها اكتر يعني. بعد كل الدروس دي. لا يعني، فهو حرام للعيال ذات نفسهم، هم تعبوا وعملوا اللي عليهم وكل حاجه. ممكن كان ولد مثلا نفسه يدخل طب وجات على درجه واحده، فهو لوحده مغموم، فانا نيجي نغمه اكتر. سيبوه وبلاش بقى يعني، وبلاش زيارة الناس يوم النتيجة يعني. ده اكيد، سواء فرحانين او زعلانين. ومحدش يزور حد يا عم من غير ما يتكلم في التليفون، يعني فاهم؟ مفيش حد اللي هو، مفيش زي زمان نقوم مطبين على الناس كده، أنا وهتبقى في كنت مشاكل. معدية قلت أطلع أشوف المحروس جاب كام، في إيه يعني عيبه بالظبط. يعني؟ واتغدى بالمرة، لا واتغدى الغدا بالمرة عادي بقى. بس. طب بالنسبة لحضرتك بقى، يعني مش لسه لغاية دلوقتي نعمل الشربات ونزغرط ونعمل، ولا ده بره الاتيكيت؟ لا اعملوا افرحوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ما نضايقش الجيران. مش لازم نولع ميوزك نسمع جار الجار جار، والناجح يعني يرفع ايده ايه وكده. ايه بالظبط. اعملوا اللي انتوا عايزينه وافرحوا، بس نراعي بعضينا وبس يا عم. هو انت جبتي كام في الثانوية العامة امين؟ لا انا جبت، يعني انا عملت جي سي اي، كان حاجه كده وقتي بدل ثانويه عامه، بس جبت 88. بس انا مستواي مش 88 يا عم، انا مستواي سبعينات. بس كان في حاجة اسمها جي سي اي كده، بناخد سنتين في عارف. السنة، كانت طبعا سهلة أوي. أيوه اللي هم أيوه الشاطرين دول اللي يخشوا الجامعة بدري وتلاقيها صغيرة أيوه كده في الجامعة. أيوه بس أنا لا كنت شاطرة ولا حاجة. أنا عملت جي سي اي عشان ما امتحنش عربي، عشان ما كنتش شاطرة أوي فيه، وربنا سهل لي بقى كده. 88 كنتش كويس شاطرة. برضو. 88 بس مستواي سبعينات يعني.
ماشي. أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت، بشكرك شكرا جزيلا. لا إن شاء الله بكرة.